جرب معانا صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي. جرب لو ناوي، هما يومين فكة، الضحك الغالي الغالي والبسمة الحلوة، حكمة وقالها لي قالها لي واحد على القهوة، حكاية مزيكا وغنى وقديم. مشاهدينا صباح الفل والورد والياسمين، وحشتوني جدا جدا جدا. اهلا بيكم في اولى حلقات السيزون الثالث لبرنامجكم 60 دقيقه مع هال عبد الشافي. النهارده الخميس، الخميس يعني المحطه اللي بتبدا في الويك اند والاجازات. دايما بيكون الطلبه مبسوطين، ودايما بيكونوا كمان العمال مبسوطين، ودايما كمان بيكونوا الناس اللي بتشتغل واولياء الامور مبسوطين ان هم هياخدوا يومين راحه. خلوني النهارده اقول لكم كمان ان احنا في اواخر شهر اكتوبر، شهر النصر العظيم، بنبتدي حاجه جديده ومختلفه. السيزون ده هيكون مختلف عن السيزون اللي فات واللي قبله، هيكون في ضيوف جداد وفقرات جديده وكمان حاجات مختلفه خالص عن الحاجات اللي فاتت. خلونا كمان نقول ان هو هيكون في كل حلقه في اخر 10 دقائق هيكون في حاجه اسمها او فقره اسمها فضفضه مع هاله، هتكون لاستقبال المسجات بتاعتكم اللي بتبعتوها على البيج واي سؤال سواء للضيف او سواء للبرنامج. خلوني كمان اشكر تيم الاعداد اللي دايما كان بيقف في ظهرنا، ودايما هو يمكن السبب الرئيسي اللي خلى السيزون الثالث ده يقوم. حاجات كتير ومختلفه هتكون معانا النهارده، خلونا بس نطلع لتقرير صغير نشوف حلقتنا النهارده بتتكلم عن ايه ونرجع لكم تاني. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معانا. في حلقة النهاردة هيكون معانا فقرتين، الاتنين بيكملوا بعض. الفقرة الأولى هتكون مع الشيف أحمد رزق، شيف المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد. هيكلمنا إزاي نعمل الأكلات الموجودة في المطاعم في البيت وتطلع لنا بنفس النتيجة وأحسن كمان. هيكون كمان معانا الفقرة التانية دكتور سلوى السيسي، صاحبة ومديرة معمل دار التحاليل بمدينة ديار بنجم الشرقية. هتكلمنا عن التحاليل اللي المفروض نعملها أول بأول، وكمان عن الغدد المسؤولة في جسمنا ودورها. كمان هتتكلم عن أطفالنا اللي دايما شايفينهم أغلى حاجة في الدنيا، قد إيه كمان التحليل مهمة بالنسبة ليهم، مهمة لكل الناس الكبير والصغير. كمان هيكون معانا الحاجة الجميلة إن هنتكلم فيها الأكل. دايما بنقول عن الأكل المرض الجميل، ازاي هنتحكم في نفسنا ونعالجها صح، وازاي هنقدر نطبخ وناكل اكل صح. كل ده هنشوفه النهارده في حلقتنا في برنامجكم 60 دقيقه مع هال عبد الشافي. قرب وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب مع هالة. وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب مع هالة. صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا النهارده. معانا اول ضيف في فقرتنا الاولى الشيف احمد رزق. صباح الفل يا شيف. صباح الفل. صباح الفل لكل المشاهدين. قول لنا بقى هتعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده اكله بسيطه جدا، شيش تاووك ولحمه مفرومه كفته، وان شاء الله شويه طحينه، شويه سلطه والتوابل بتاعتهم، وفي حاجه حلوه كده في الاخر ان شاء الله هنقدمها لكم. يعني احنا هنبدا بالشيش تاووك وكفته. ان شاء الله شيش تاووك وكفته وامر. طب ما تقول لنا بقى الشيش تاووك المكونات بتاعته ايه او المقادير بتاعته ايه؟ والله في فراخ، وفي في شيش فراخ صدور، وفي وراك. احنا هنعمل كده ونعمل كده. عندك هيبقى في بابريكا، في كمون، في فلفل اسود، في ملح، في بودر ثوم، في بودر بصل، في زبادي، في خل، في زيت، في عصير ليمون. دي بالنسبه لتتبيله الشيش. طيب تمام. طب عايزه كمان تتبيله الكفته. هي الكفته هنعملها ان شاء الله كفته زي الحاتي، ما فيهاش اي حاجه غريبه خالص، بس هتبقى بطريقه سهله. هتبقى بصل، ملح، فلفل اسود، اكتر من كده مفيش. عايزه بقى انت تضيفي مثلا حاجات في البيت، مثلا عايز تحط عليها فلفل، اي مكونات انت حضرتك عايزاها، شطه كده، كل اللي انت عايزاه موجود. طب ما نبتدي بقى عشان تقول لنا الخطوات بتتعمل ازاي. ما فيش مشكله، نبدا ان شاء الله بالشيش. طيب تمام. بسم الله. طيب هنبدا بالشيش ونركز كمان في المقادير. تمام، ما فيش مشكله. المقادير دلوقتي موجوده على الشاشه. اربع وراك دجاج، واثنين حبه طماطم، واثنين بصله، والثوم على حسب الرغبه، ومعلقه صغيره بابريكا، وربع كوب خل، وربع كوب زيت، وملح وفلفل وزعتر، وشطه برده على حسب الرغبه، وثلاث معالق زبادي وفلفل الوان، ومعلقه بهارات لحمه وخل كده. تمام. معانا البوله.
تمام. أول حاجة ننزل بها الزبادي. توم بودر. بصل بودر. ده بقى بيبقى على حسب الكمية اللي احنا هنعملها ولا؟ اه طبعًا اه. اه. ممكن بقى لو معلقة معاك صغيرة تبقى مثلًا من كل حاجة معلقة كده. تمام. ماشي. معانا كزبرة. توم. بابريكا. شوية فلفل اسود. معانا خل. هنمشيها برضو شوية ليمون. الليمون على حسب الرغبة ولا بتحط عادي؟ لا عادي برضو مع الخل مش مشكلة. معانا الزيت. يبقى شغال معانا برضو. وبرضو مفيش مشكلة برضو لو حضرتك هتحط أي حاجة عليها بالنسبة لل الشيش، لو أنت عايزة أي توابل حضرتك عايزاها مفيش أي مشكلة. تمام. على حسب الرغبة على حسب يعني. الرغبة. تمام. هي المفروض التتبيله دي بتكون قبلها بوقت كويس ولا آه طبعًا. ولا أقل عادي؟ اقل حاجه، اقل حاجه خالص 4 ساعات تتعمل وتنحط في التلاجه. طيب لو اتعملت قبلها على طول زي ما حضرتك بتعمل ده بيكون في مشكله؟ لا التست بتاعها ما بيكونش زي ما هي قعدت 4 ساعات ولا حاجه. تمام. ماشي. تمام. كده جهزنا التتبيله بتاعتها. اه كده التتبيله ان شاء الله. هننزل بالملح. خلاص على كده. بتكون متقطعه قبل كده بقى؟ اه طبعا تبقى جايه مخليه او انت داخلاها في البيت عادي مفيش مشكله. ماشي. الملح بتاعنا. هي المفروض بعد ما تعمليها حضرتك كده. تمام. ايوه ست بيت تعملها. التتبيله بتاعتها تفضل معاها تتبيله اقل حاجه 4 ساعات. اقل حاجه 4 ساعات في وتحطها في التلاجه. في التلاجه العاديه فوق في الرف عادي. وبعد ما تحطها في التلاجه ايه الخطوه اللي بعد كده بقى؟ الخطوه اللي بعد كده احنا هنتبل الاول الكفته. طيب تمام. ماشي. نسيبها شويه برضو. الكفته بتكون عباره عن لحمه مفرومه. اه لحمه مفرومه. اه عايزه حضرتك بقى تقولي المقادير بتاعتها هي كمان. حاضر. لحمه مفرومه. تمام. او حته من الدوش او حته لي يعني. ماشي. تمام. هننزل بيها برضو شويه كمون عادي، شويه البرد بتاعنا، عندنا البصل المفروم يبقى جاهز. مش بيبقى بودر يعني؟ على حسب الرغبه برضو. برضو مش مشكله عادي. طيب هي المقادير دلوقتي موجوده على الشاشه. كيلو لحمه مفرومه وحبة بصل وسط والثوم على حسب الرغبة وملح وفلفل وبهارات لحمة والشطة كمان على حسب الرغبة وخلة برضو. ما فيش مشاكل. الخلة دي لو انت عايزة تعمليها في البيت في الصينية ولا حاجة ممكن تعمليها او على شبكة، بس احنا ان شاء الله هنعملها في الصينية. انهي بيكون افضل بقى؟ هو بالنسبة للبيت الموجود اللي هو تحطيها في الفرن ان انت ممكن تحطها في خلة بس يبقى عندك شبكة. ما فيش مشكله خالص. لو ما عندكيش شبكه عادي برضو ممكن تعمليها في خله وتحطها في الصينيه مفيش اي مشكله. طيب. واهم حاجه في الكفته تقلبها كويس جدا. بتقلب البصل مع اللحمه المفرومه عشان الانسجه الانسجه بتاعت البصل باللحمه تتجانس مع بعضيها كده. تمام. مني عشان ما تيجي تصبع الكفته تلاقي الصوابع ماسك نفسه، عملتيه على الفحم، عملتيه في الشبكه. اه مش تبقى حاجه كلها بصل وحته تانيه كلها لحمه. لا هو مثلا نص كيلو لحمه حبتين بصل وسط كده. طيب. ماشي. عايزه بقى يا شيف اسالك سؤال وانت بتعملها كده. الكفته دي لما نعملها بالطريقه دي بتطلع زي بتاعه المطاعم والناس اللي بتجيبها من الحاتي والاماكن دي كلها ولا بتبان ان هي في البيت؟ لا هي بتاعه الحاتي ما بتفرقش حاجه عشان هي معموله على الفحم. وما بيحطش عليها اكتر من ملح وفلفل.
وبصل. تمام ماشي. ده بالنسبه للايه؟ بتاعت الحياتي. بس هي الميزه انها على الفحم وبتتاكل طازه. انت في البيت برضو ممكن تعمليها كده، لو شوايه صغيره معاكي شبكه برضو ممكن تعمليها على الفحم، سهل جدا ما فيش اي مشكله. تمام. وبعد بقى ما تفضل تقلبها في يعني بعضها بتقوم حاططها كده في الخله؟ لا بل لا، يفضل ان هي تتحط في الثلاجه لمده مثلا ساعه ولا حاجه. مش زي الشيش بتفضل؟ لا الشيش، لا الشيش بياخد فتره طويله. تمام معايا. طب ليه اخترت في الشيش وراك الدجاج وما اخترتش الصدور بتاعتها؟ الوراك بتستوي بسرعه عن الصدور. تمام واخد بالك. بالنسبه للصدور بتاخد وقت اكتر برضو في الفرن. تمام. غير الوراك. كده بقى الخطوه المفروض هتعملها بعد كده ايه؟ هتصبع، هتخش الصينيه، تخش في الفرن ان شاء الله، وهنعمل برضو الشيش برضو يخش في الفرن. تمام. بس مش الشيش والكفته مش بس ممكن يكونوا كغدا او 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 اي حاجه، دايما كمان في ناس بتستخدمها ان هو كفطار الصبح لاي حد في المدرسه، ودايما طبعًا الناس اللي طبعًا هي دايما الناس اللي هي بتقول ان هو ضار. لا هو مش ضار، عشان هو معمول في البيت واحنا عارفين اللحمه لحمه ايه والفراخ هي احنا اللي جايبينها. اولا الفراخ لما انت تكوني جايباها وتخليها بنفسك وتعمليها تقطعيها وتحطها في الخله وتعمليها في الفرن، او على حد نسوها تعمليها زي الشاورما، تقطعيها وتنزلي بيها وتنزلي بفلفل الالوان والحاجه بتاعتها، بتطلع برضه تعمل سندوتشات في الفينو جميله جدا للاطفال. هتبقى بيتحط عليها بقى مايونيز عندك عزومه مثلا واطفالك جعانين مع عزيمه تاخرهم، ممكن برضه سندوتش زي دوت فينو بيمشي بها برضه ما فيش مشكله. طيب حلو. وكمان يعني الناس ما تعرفش ان هي حاجه سريعه، ايه يعني هي بس مجرد ما بتتعمل زي ما حضرتك عملتها كده، ومجرد ان هي بتتقلب كويس وبعد كده بتتحط. بس ما فيش اي يعني مشكلة. مش فيها مجهود، دايما لا الناس لا فاكره لا ان هي فيها مجهود. لا ما فيش مجهود ولا حاجه. لا لا هي ممكن يكون المكونات بتاعتها كتيره شويه بس موجوده في اي حد يعني. اللي هو الثوم والبصل الثوم البودر والشطه والبصل البودر والشطه، وطبعا دي كل حاجه موجوده في البيت النهارده والحاجات دي كلها. طبعا. طيب تمام. انا هسيبك بقى تعمل لنا الحاجات دي كلها، هقعد هنا بعيد بس اشم الروائح الجميله اللي هتطلع. تحت امرك. وعايزه اشوف بقى انا عايزه اشوف بس الحاجات اللي هناك، البصل والخضره. البصل ده هيبقى للشيش، هنعمل بيه الشيش. والخضره دي انا بتعمل بيه ازاي بقى؟ هنقطعه دلوقتي لو انت مثلا حابه ان احنا نقطعه ما فيش مشكله نقطعه. طيب عادي. تمام. بسم الله. هتقطع بالشكل ده. ممكن مثلا لو انت بتعملي شيش فراخ على السيخ، ممكن مثلا بصله زي دي كده تشكيها في السيخ. بس عشان الخله لازم الايه نفصصها كده، بتمشي مع الفلفل الالوان وبتمشي مع الفلفل الاخضر وبتمشي مع مثلا الطماطم. ماشي. طيب تمام. سيبك بقى تعمل الحاجات دي كلها وتخلصها، وبعد كده تقول لنا طلعت ازاي والمفروض نخلي بالنا من ايه نعمله، وهنكمل بقى معاك بقيه الفقره ونشوف الاكل وندوق. ماشي مع بعض. ماشي مش مشكله. طيب مشاهدينا هنطلع لفاصل صغير ونرجع لكم تاني بعد الفاصل نكمل بقيه حلقاتنا.